مساء الخير. قبل وفاة الممثل أحمد دنش المعروف بدرباس كانت هالمقابلة لأجرها، خلينا نشوف سوا بعض من المقتطفات. لك شفتها بالجونة ضبط لها سلام، سحرت دمع عيوني وحبيتها قوي، قلت لها شنهور وبدنا نروح مشوار، وإذا بتبخعين فضي انت حور، ضحكيت وصدقتي وروحت وودعتي وعلى المواعيد صبعتي وما طلت فيه. حاله كحال معظم الممثلين اللبنانيين الذين غيبهم الموت بعد مرض فتك بصحتهم ولم يكن هناك من يسأل. ماذا حصل مع الممثل أحمد دنش المعروف باسم درباس؟ وهل فعلا هناك من سرق منه الجاليري الذي يملكه ومطعمه الخاص حتى أصبح على الحضيض وتدهورت صحته حتى الموت؟ التفاصيل نتابعها في آخر مقابلة أجراها الممثل القدير أحمد دنش مع سوسن السيد على قناة المرأة العربية. القصة أنه كان عندي هالمشروع وأخذوا لي. طب ليه؟ حطوا يدون علي، ما بعرف ليه ما بعرف. طب القانون معك والشرع معك؟ القانون معي والشرع معي وكل شيء معي، بس اللي أخذوا أقوى مني. طب وغير الجدولي كان عندك كمان كتير أشياء عندك، بتذكر يمكن مطعم وعندك؟ عندي مطعم أساس سلطان مشهور ومعروف، كمان أخذوا ما خلوا لي شيء. الوضع سيء جدا، وضع نحن الفنانين تعرفي أبو سليم و وجامعته وفرقته وكل شيء، يعني وضعنا سيء ما مزبوط. مين عم يهتم بدرباس؟ مين اللي عم يوقف حد درباس؟ في إلا ابني، يعني ابني وسام ومرته وولاده، بس ابني الكبير يعني وسام. حتى ابو سليم يعني بيدنا الخير، بس شو بيشتغل بايده؟ كمان وضعه سيء. نتامل ان الدوله اللبنانيه توقف بجانبنا، يعني بابي أقل شيء يا أخي تعيشنا عيشة كريمة. صعبة ما هيك؟ عيشتنا صعبة طبعا، أيام ما بناكل أيام ما بناكل. صوته كتير حلو، حبيناه على فيسبوك وعلى تويتر، من هو؟ ما بنعرف. كيف؟ خلينا نشوف سوا. تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لأحد الأشخاص يؤدي أغنية للراحل الكبير وديع الصافي، ويتمتع هذا الشاب مجهول الهوية بمواصفات الفنان المحترف، ونحن سنعرض عليكم مقطعاً من أغنية يبني، ونأمل من صاحب الصوت المجهول أن يبادر إلى الاتصال بمحطة الجديد. خد ليلى بنت طيعتنا، بنت عيلي مثل عيلتنا، ماماي 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 بتعيش يا بني مثل عيشتنا، اسمع مني ولاد جاوبني الله يرضى عليك يا بنت المدينة، بدها خدام إلا عريش نعام ما من ناحية أخرى، زارت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي صباح الأحد مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة البقاع شرق لبنان. جولي سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة باتت ليلتها في فندق في مدينة زحلة وسط تدابير أمنية في محيط الفندق وقطع للطريق المؤدي إليه، وتوجهت في وقت مبكر من صباح اليوم في جولة على مخيمات اللاجئين السوريين في البقاع، استهلتها بزيارة لمخيم بسهل زحلة الذي أدخلت إليه تحسينات مؤخراً، وزاره قبلها منسق الشؤون الإنسانية وأنشطة الأمم المتحدة في لبنان راس ماونتن.
وقد رافقت جولي كاميرا واحدة، وجرت الزيارة بعيداً عن عدسات باقي وسائل الأعلام التي أبعدت عن المكان، وأمرها رجال الأمن اللبنانيين بالمغادرة بطلب من مرافقي جولي التي أخفت وجهها بوشاح صوفي غطت به رأسها بينما كانت تتحدث مع طفلة صغيرة قبل أن تخلعه. ومن المتوقع أن تبقى جولي في البقاع حتى يوم غد الاثنين. نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صوراً جديدة لها من جولتها في ميلانو الإيطالية، وبدت إليسا في الصور متألقة، وكانت بإحدى الصور ترتدي نظارات لفتت الأنظار وعلق عليها الكثيرون من جمهورها. ويبدو أن إليسا لم تكن الوحيدة في ميلانو، كون الفنانة سيلين عبد النور نشرت هي أيضاً صوراً من نشاطها في مدينة ميلانو الإيطالية. إجابة حول سؤال لماذا صبغت فجأة شعرك باللون الأحمر؟ قالت الفنانة هيفا وهبي: فعلت ذلك لأجل دوري في مسلسلي، وهي فكرة المخرج محمد سامي. وأضافت هيفا في حديثها لمجلة نادين مع الزميلة فدوى الرفاعي أنه حين سينتهي المسلسل سأستغني عنه. هيدا كان كل شيء. باي.